لسه مخلص مؤتمر سامسونج حالا اللي اعلنوا فيه عن 4 موبايلات جداد، اللي انا متحمس جدا ان انا اشارككم بالموبايلات ومواصفات الموبايلات ديت. ومبدئيا كده بس اعذروني على صوتي عشان عندي برد وسخونية وحاجات كتير، ولكن يعني برضو قلت ان انا لازم اعمل لكم الفيديو ده بتاع كل سنة. مبدئيا انا كل سنه بعمل فيديو قبل ما الموبايلات تنزل اللي هي فلاج شيبس بتاعت سامسونج واقول توقعاتي فيها، ما عدا السنه ديت ما عملتش كده عشان بصراحه كنت حاسس اني لا في يعني حاجه مميزه هتحصل، وفي نفس الوقت يعني قلت لا يعني خلينا نتاكد بالمره وبعد ما يحصل الايفنت نعمل الفيديو. وفعلا كل التسريبات اللي كانت طالعه كانت بتقول ان سامسونج هتعلن عن 3 موبايلات. اول حاجه لازم تعرفها ان الموبايلات مش S11، يعني هو S10 خلاص كان نازل، اللي بعديها على طول S20، مفيش S11 ولا حاجة. فبالنسبة للسلسلة الجديدة بتاعتهم فهم اعلنوا عن 3 موبايلات فيها، الـ S20 والـ S20 Plus والـ S20 Ultra. كل التسريبات والتوقعات كانت بتقول ان الـ S20 العادي هو هيبقى الـ S10e، يعني بما يعادل الـ S10e، والـ S20 Plus هيبقى الـ S10 العادي، والـ S20 Ultra هيبقى الـ S10 Plus. يعني من الاخر الـ S10 والـ S10 Plus هيبقوا الـ S20 Plus والـ S20 Ultra. طيب ايه بقى الـ S20 العادي دوت؟ الناس قالوا لك لا ده الـ S20 العادي دوت هيبقى يعادل الـ S10e. يعني الناس قالت يعني ان هم هيعملوا شبه ابل ويخلوا زي الايفون 11 كده وايفون 11 برو، ولكن اللي انا حسيته من الايفنت ان الـ S20 دوت مش موبايل قليل ولا يعادل الـ S10e خالص، كلهم موبايلات فلاجشيب من سامسونج ولكن بمقاسات شاشات مختلفة تقريبا. بل بالعكس انا خدت بالي ان هم مركزين قوي على الـ S20 العادي والـ S20 Ultra وسايبين الـ S20 Plus اللي في النص. خلينا نبدأ زي ما هم بدأوا، وفي كل حتة كده هتلاقوني في النص بقول لكم حاجات ملهاش علاقة قوي بالموبايلات ولكن برضو سامسونج اعلنت عنها. فخلينا نبدأ بأول حاجة الكاميرات، لان الموبايلات ديت هم كل تركيزهم كان على الكاميرات، واقدر اقول بكل يعني ثقة ان هم عملوا شغل ممتاز. التلات موبايلات بيصوروا فيديو لغاية 8K، انتوا متخيلين 8K؟ يعني الكاميرا اللي انا بصور بيها ديت اخرها 4K وبيبقى فيها كروب وبتاع، عمرنا ما شفنا موبايل بيصور 8K بينزل كده عادي والناس بتشتريه. انتوا متخيلين حجم الفيديو اللي هيطلع؟ يعني خليني بس افهمكم ايه ال 8K دوت. انا دلوقتي بصور فيديو فول اتش دي، بعديها في 4K، بعديها في 6K، بعديها في 8K. فالموبايل دوت بيصور 8K. وهم كمان عملوا حركة شيك جدا في الايفنت ان كل الايفنت كان متصور بكاميرات الموبايل. غير كده بقى بقية الكاميرات اللي في الـ S20 وفي الـ S20 Plus، فهو الكاميرا الاساسية 12 ميجا بكسل والكاميرا الوايد 12 ميجا بكسل، ولكن هنا في كاميرا تليفوتو 64 ميجا بكسل في كل من الـ S20 والـ S20 Plus، ودي بتخليك توصل ل 30x زوم، يعني زوم رهيب جدا ما بتشوفوش في اي موبايلات، ولكن هنا انت تقدر توصل ل 30x زوم. حلو يسكتوا على كده؟ لا، يجوا في الـ S20 Ultra يحطوا لك كاميرا 108 ميجا بكسل الكاميرا الاساسيه وكاميرا التليفوتو 48 ميجا بكسل، ويعملوا لك حركه كده ان كل 9 بيكسلز بيندمجوا في بيكسل واحده، ففي الاخر انت تقدر توصل لغايه 100x زوم. 100x زوم دوت زوم رهيب جدا، انت ممكن زي ما انتم شايفين في الفيديوهات اللي قدامكم توصل لاماكن اصلا انت عينك مش شايفاها. دايما على طول المنافسه بين سامسونج وابل لان هم يعتبروا اكبر شركتين في مجال الموبايلات، ولكن في فرق كبير ما بين الشركتين. مثلا شركه ابل لما تيجي تعمل اي ايفون لازم تدرس الحاجه اللي هي بتعملها لمده كبيره جدا. فمثلا احنا السنه دي شفنا شاشات 60 هرتز، ابل لازم تدرس الموضوع و تقعد حبة وقت وفي الاخر تنزل لك شاشة 60 هرتز، لكن سامسونج اوريدي دارسة الموضوع وكل حاجة، تقول لك خد يا عم عندك في الثلاث موبايلات شاشة 120 هرتز، واللي مش فاهم يعني ايه الكلام اللي بيقوله دوت ليه علاقة بالسرعة بتاعة الشاشة، فانت لو مسكت شاشة عادية وقارنتها بشاشة 120 هرتز هتلاقي ان الشاشة ال 120 هرتز اسرع بكتير من الشاشة العادية، فهنا في الثلاث موبايلات عندنا شاشة 120 هرتز. هكذا نفس الكلام في الكاميرات، زي ما بقول لكم ممكن شركة ابل لازم تدرس وبتاع، لكن شركة سامسونج خد كاميرا هنا 64 وهنا كاميرا 108 وكاميرا تانية 48، فسامسونج من الاخر ايديها فرطة قوي يعني. لكن حاجة برضو لازم تعرفها ان الـ 100x زوم دوت اللي في السامسونج جلاكسي الترا هو عبارة عن 10x ديجيتال زوم و 10x اوبتيكال زوم، فالاتنين مع بعض 10 في 10 بيديك 100x زوم. ولكن انت متخيل ان لو في حد جاب الموبايل دوت اصلا في مصر ممكن يستخدمه استخدام سيء جدا، لان انت اصلا بتشوف اماكن ومسافات انت عينك نفسها مش عارفة تشوفها، فاستخدام الموبايل دوت ممكن يكون خطير جدا جدا جدا،
وعشان كده على طول بقول لكم خد بالكم وانت قاعدين في البيت، ممكن حد يكون قاعد بعيد عنك بكيلو ونص ويكون شايفك عن طريق موبايله عادي جدا. فتكنولوجيا خطيرة جدا بس في نفس الوقت يعني ممتعة جدا وحلوة جدا. برضو في مود جديد كده سامسونج قاعد عنه، هو الاي اي مود في الكاميرا. ده عبارة عن ايه؟ لو انت عايز تصور صورة او فيديو او صورتين ولكن مش لاحق، فكل اللي بتعمله انك بتصور فيديو 10 ثواني والموبايل نفسه بيطلع لك كل حاجة من الفيديو دوت، بيطلع لك صور من الفيديو دوت كادرات معينة. بما اني اصلا الكاميرات الكواليتي بتاعتها عالية جدا، فانت ممكن تعمل كروب في حاجات معينة. فمثلا لو انت في ملعب وتصور لعيبة وصورت الفيديو العشر ثواني دوت، ممكن تلاقي الموبايل لوحده طلع لك صورة عبارة عن لعيب واحد بس، لان انت اصلا عندك كواليتي بتاعت الكاميرا عالية، فممكن تعمل زوم من غير ما تخسر كواليتي. فوضع جامد جدا بصراحة، سامسونج عارفة تستغل الكاميرات بطريقة تحفة جدا. والموبايل دوت لو انت بتحب الكاميرات، الموبايل دوت فعلا مفيش حاجه مركزين عليها اكتر من الكاميرات. واللي عاجبني في سامسونج اللي هي اهتمت قوي بالكاميرات، ولكن عمرها ما تنسى ان هي احسن شركه بتعمل شاشات، فبرضه حاطين لنا شاشه ممتازه جدا في الثلاث موبايلات، حاطين لنا نفس الكواليتي بتاعت الشاشه. بل بالعكس، كل ما الشاشه تصغر هتجيب الموبايل الارخص، هتاخد فيه كواليتي شاشه احسن لان عدد البكسلات هيكون اكبر. يعني مثلا في الاس 20 العادي انت عندك شاشه 6.2 انش، ودي بتيجي بكثافة بكسلات 563 بكسل في كل انش. ولكن بقى لما تروح للموديل الاحسن اللي هو المفروض اغلى، زي مثلا الاس 20 بلس، عندك شاشة 6.7 انش ولكن بتيجي بكثافة بكسلات اقل، 525 بكسل في كل انش. هكذا بقى في الاس 20 الترا اللي بيجي بشاشة كبيرة جدا، بيجي بشاشة 6.9 انش، ده يعتبر تقريبا تابلت، لان في فعلا تابلت بيبقى 7 انش، ولكن طبعا بفضل الحواف القليلة ان حجم الموبايل صغير شوية، ولكن برضو 6.9 انش يعتبر حجم شاشة كبير جدا. لكن في اغلى واحدث موديل دوت انت عندك كثافة بكسلات 511 بكسل في كل انش. فنرجع للنقطة الاولى، ان سامسونج مش بتقولك ان الاس 20 دوت يعادل الاس 10 اي خالص، ده كلهم موبايلات فلاكشيب، ولكن فرق حجم الشاشة، لان حتى في كل موبايلات 8K نفس البروسيسور نفس الشاشة. ولكن اصلا عين بني ادم ما بتقدرش تشوف اكتر من 400 بكسل في كل انش، فانت كل دول عندك بكسلات زيادة جدا. ففي كل الموبايلات ديت عندنا شاشات ممتازة، واظن ان زي كل سنة سامسونج هتقدم شاشات هتبقى من احسن، او ما كانتش الاحسن اصلا، شاشات موبايلات في السنة كلها. زي كل سنة بنشوف معالج جديد بينزل مع بداية نزول الموبايلات الفلاكشيب بتاعت سامسونج، وهو السناب دراجون 865، وهو نفس المعالج دوت موجود في التلات موبايلات. فانت عندك التلات موبايلات فيهم نفس المعالج، وبرضه في النسخة اللي بتنزل لنا مصر او في الشرق الاوسط عموما هتنزل بمعالج اكسنوس 990، ده المفروض يعادل المعالج التاني اللي هو سناب دراجون 865. المهم المعالج دوت انا ما اقدرش اتكلم عليه اي كلمه، لان هو سامح للموبايل اللي هو يصور 8K، سامح للموبايل اللي هو يبقى فيه 5G، فهو معالج جبار جدا. نيجي بقى لمساحه الرامات، في الاس 20 والاس 20 بلس عندك 12 جيجا بايت رام، ودوت رقم خرافي جدا. ولكن في الاس 20 الترا انت عندك اختيار انك تحط 16 جيجا بايت رامات في الموبايل بتاعك. متخيلين الرقم؟ يعني اللابتوب اللي ورايا دوت، فين في لابتوب ورايا هنا، هو اصلا ما فيهوش غير 16 جيجا بايت رامات، ف ازاي؟ وبالنسبه لمساحه التخزين، فالثلاث موبايلات ممكن تحط لهم مساحه تخزين خارجيه. خد بالك انا موبايل بيصور 8K وصور جامده وكل حاجه، ولكن خد بالك ان حجم الفيديوهات والصور ديت هيبقى كبير جدا، فانت محتاج لو انت عايز تجيب الموبايل دوت تجيب مساحه كبيره. اخر حاجه وهي البطاريه، الاس 20 بيجي بطاريه 4000، والاس 20 بلس بيجي بطاريه 4500، والاس 20 الترا بيجي بطاريه 5000 ملي امبير. يعني كل موبايل على قد شاشته حاطين له كده بطاريه، والاس 20 والاس 20 بلس بيجوا بشحن سريع 25 واط، ولكن الاس 20 الترا بيجي بشحن سريع 45 واط، فدي حاجه ممتازه. ولكن معرفش بقى هيحطوا الشاحن في العلبه ولا هيعملوا زي النوت 10، يعني بصراحه ما اعرفهاش دلوقتي، ولكن اتمنى يكون موجود ومرفق في العلبه. برضه سامسونج مدلع قوي المستخدمين بتوعها عن طريق صفقات عاملاها مع شركات تانية زي نتفليكس وجوجل ومايكروسوفت وسبوتيفاي. فمثلا انت ليك كونتنت خاص على نتفليكس، ليك سنه ببلاش على يوتيوب بريميوم، وممكن تلعب العاب موجوده على اكس بوكس عن طريق موبايلك اللي هو الاس 20 او الاس 20 بلس او الاس 20 الترا. فلو هما برضه عاملين صفقات مع شركات كبيره جدا، وكل دوت بيصب في مصلحه المستخدم، فاظن ان سامسونج السنه دي داخله يعني داخله جد قوي. ما اقدرش فعلا اقول ان في موبايل فيهم وحش، التلات موبايلات فلاكشيبس والتلات موبايلات بس يفرق عنهم حجم الشاشه مع حبه حاجات بسيطه. لكن الاسعار بصراحه كانت مفاجاه شويه بالنسبه لي، الاس 20 العادي بيجي ب $1000، والاس 20 بلس بيجي ب $1200، والاس 20
الترا بيجي ب 1400 دولار. بصراحه ما اقدرش خالص اقول اللي هي اسعار وحشه لان الموبايل بيقدم حاجات كبيره جدا، ولكن هنا سامسونج ما عطتش اختيار للناس اللي هي كانت بتجيب الاس 10 اي اللي هو بيجيبوه ب 800 دولار او 750 دولار، لاني عندك هنا ارخص نسخه اصلا ب 1000 دولار، واحسن نسخه عندك اللي هي الاس 20 الترا اغلى من الموبايل اللي بيتنى بتاع سامسونج الزي فلاب الجديد اللي هنتكلم عليه الفيديو الجاي. الموبايل دوت اغلى منه، فدي حاجه غريبه قوي. ولكن بصراحه انا كجورج ما اقدرش اقول على الموبايلات ديت اللي هي غاليه، ولا اقدر اقول هي رخيصه، هي اسعارها معقوله لكن متجهه شويه ناحيه الغليان، خصوصا ان مفيش اختيار رخيص، ولكن هي بتقدم حاجات مش موجوده في السوق دلوقتي. وبس ده كان رايي انا. خليني اعرف دلوقتي رايكم في الاسعار. انا سالتكم على الانستجرام من زي 5 دقايق كده ولا حاجة، فخلينا نشوف في كام واحد رد اصلا وايه رأيكم في الاسعار. لو انت مش متابعنا على الانستجرام هتلاقي الاسم بتاع الانستجرام طلع لك دلوقتي على الشاشة. هناك بنعمل يعني بناخد رأيكم في كل حاجة تقريبا، بوريكم حاجات من خلف الكواليس، وبرضو بتعرف الاخبار اول باول. يعني اول ما الاسعار ديت نزلت الناس على الانستجرام هم اول ناس عرفوها، وبيبقى في حاجات كده سبيشال للناس بتوع الانستجرام مثلا شبه الحاجة ديت اللي هم بيشاركوا بآرائهم في الفيديو. وفي فيديو قريب جدا انا هكون محتاجكم معايا فيه، فبرضو اعلنت عن الموضوع دوت على انستجرام، فانزل اعمل فولو يعني. وخلينا دلوقتي نقرا شويه اراء من بتوعكم. محمد عادل بيقول اسعار جميله جدا خصوصا بامكانيات جميله زي الشاشه والكاميرات. اتفق معاك جدا بصراحه، لان هم حاطين حاجات كتير قوي في نفس الوقت السعر مش غالي قوي يعني مش اوفر، فهو معقول. جورج مايكل بيقول نظرا لانخفاض سعر الدولار فهو جميل ومنطقي على امكانياته. ديت نقطه ثانيه احنا ما قلناهاش، ان الاسعار ديت كلها بره مصر ممكن تجيبه من اول يوم 6 مارس، ولكن لما ينزل لنا مصر هنا هينزل متاخر شويه ولا يمكن ينزل بالاسعار ديت، فانت توقعه لو هو ينزل باسعار اغلى من كده في مصر عشان بقى الجمارك والشحن والحاجات دي كلها. وبس كده، دي كانت كل حاجه للفيديو بتاع النهارده. انا فعلا تعبان جدا وزوري وجعني وبتاع، لكن اللي كان لازم اعمل لكم فيديو شبه دوت لان احنا بنعمله كل سنه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك عشان برضو ناس اكتر تشوفه. عامل سبسكرايب لو انت لسه لغايه دلوقتي مش عامل. انت بتعمل ايه؟ روح اعمل سبسكرايب. هتلاقي كمان جنبها جرس جميل كده بتاع الاشعارات، ما تنساش تدوس عليه عشان يجي لك كل الفيديوهات اول باول. وبس كده، لو الفيديو عجبك قوي ما تنساش تعمل له شير، لو هتعمل له شير على الانستجرام ما تنساش تعمل لي تاج على اسم الاكونت بتاعي. وبس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. شكرا عشان شفتوا الفيديو. الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الموبايل الجديد اللي بيتنى بتاع سامسونج الزي فليب اللي بيجي بسعر منطقي جدا بصراحه. بس كده، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.